بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مذكرة عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في هذه الدورة الجميلة حول رادزن ومكونات رادزن. ووصلنا إلى الدرس التاسع، حيث سنتكلم على المودل. إذا أو ديالوج، هناك الكثير من يسميه مودل، هنا مودل، وهناك من يسميه ديالوج. إذا المودل هو يعني ليس مثل الصفحة، الصفحة كبيرة، أما المودل هو نافذة صغيرة تفتح في الصفحة، يعني فوق الصفحة. عفوا، هناك من يسميه أيضا بوب أب، وهناك من يسميه بوبي. فالتسميات كثيرة جدا، إذا كلها هي عبارة، يعني غالبا ما نقول بوب أب مودال أو مودال أو ويندوز مودال. أوكي، المهم في نبدأ برادزن ثم نذهب إلى فلوينت اي اي. في رادزن يسموه ديالوج، إذا هناك من يسميه ديالوج مودال وأيضا بوب اب. وكما قلت هنا في رادزن اسمه مودال، وهنا كثير من الأمثلة عندما تكتب ديالوج تأتي فتجد الشرح لهذه المكونات. نضغط على الزر، هذا عبارة عن بوب اب أو مودال. أوكي، هذا أيضا، لكن هذا يعتبر علبة، يعني نعتبره بوكس، يعني مودال بوكس أو ميساج بوكس. عندما يكون فيه فورمز هذا يعتبر ويت وليس مودال، يعني أو ديالوج. هذا دائما كونفيرم، يعني تكلمنا عليه في درس سابق. إذا الكل ما عدا هذا فقط الذي يعتبر مودال، هذا الذي نسميه بوب أب أو بوبين أو مودال أو ديالوج، يعني باج أو هكذا. إذا لو ذهبت إلى السورس كود ستجد المثال هنا. كما تلاحظون أنه يعرض، لو شاهدت الصفحة أنه يعرض محتوى هذه الصفحة. إذا عند الضغط على الزر سيفتح بوب أب، هنا يقول open order، وهذه الميثود أو الفانكشن موجودة هنا تسمح بإعطائه سايز، الطول والعرض، وبعض البارامترات لهذا الموديل، ويقول له عندي بارامترات في شكل string و object، أمرر لك string وال object يعني key value، وبعد ذلك أريدك أن توفر كل هذه البيانات التي سأرسلها لك في شكل dictionary إلى صفحة dialog cart page. وهذه ديالوج كارت باج هي صفحة أخرى موجودة في مكان ما، التي هي التي تحتوي على هذه الواجهة التي تشاهدونها هنا، فيها جريد وفيها الصورة وفيها كل شيء. أوكي، فسنبدأ نفتح فيجوال ستوديو. وكما قلت هناك طريقتين، عفوا، الطريقة الأولى أنك تفتح يعني تفتح بوب أب أو مودال وتطلب صفحة أخرى بداخله، وتفتح صفحة أخرى بداخله. صفحة، عندما أقول صفحة أنها يعني رادزن بيج رادزن أو كومبوننت رادزن أو مكون رادزن بليزر، عفوا، مكون بليزر يفتح في هذا البوب أب. أوكي، هذه عبارة عن مكون بليزر أو صفحة بليزر تفتح في هذا المكان. والطريقة الثانية أنك تكتب مباشرة الكود في داخل هنا في الـ HTML أو هنا في السي شارب، تكتب مباشرة الكود، يعني يبقى في نفس الصفحة. أظن هناك مثال ما، نعم، هنا لاحظ أنه مباشرة لم يطلب صفحة أخرى، بل فتح الديالوج مباشرة وكتب الـ HTML والمزيج ما بين رازر سانتاكس والـ HTML هنا داخل السي شارب. يعني نبدأ بالتطبيق، يعني الاثنين سنطبق الاثنين ان شاء الله. نفتح الهوم، وانا حضرت كود بسيط. اذا اول شيء نعمل انجكت لديالوج سيرفيس، وديالوج سيرفيس بروفايدر هو موجود على مستوى مين. اظن اننا ضفنا ديالوج الذي عملناه في ميساج بوكس نفسه، وبعد ذلك سنكتب الكود، يعني زر سيفتح البوب اب. اذا عندي هذا الزر الذي قلت له عند اون كليك، عند الضغط على هذا الزر سيعمل شاو ديالوج. وشاو ديالوج هي عبارة عن ميثود سنكتبها هنا،
إذا شاو ديالوج، مباشرة أقول له يعني تايتل هو سامبل ديالوج، وبداخل هذا الديالوج ستكتب الكود رازور التالي. ستعرض صورة، أنا يعني لم أكتب كود HTML هنا لكل شيء، بل عرضت صورة فيها فورميلار، لكن من المفروض هنا تستطيع وضع كومبوننت رازور، يعني تستطيع إنشاء كومبوننت بالخارج وتضع اسمه هنا مثل ما تعلمنا كيف ننشئ كومبوننتات في البليزر. يعني ليس شرط أن تكتب كل الكود الـ HTML أو رازور سنتاكس هنا، ممكن أن تكتب فقط اسم الكومبوننت الذي يكون في مسار معين هنا وتفتح، وهكذا تعمل يعني بايندينج مباشرة ما بين الكومبوننت، يعني كل العناصر الموجودة هنا عندما يكون عندك متغيرات عفوا بريفايت هنا، وتكون عندك يعني متغيرات هنا تستطيع الوصول إليها كبارامترات على الكومبوننت التي ستضيفه، أو عند الريتيرن يعني مباشرة تقول له غير الأب، تنشئ ميثود كما تعلمنا أيضا، يعني التخاطب ما بين الكومبوننت والبارنت، هذا يعتبر بارنت والكومبوننت هنا. أنا لم أنشئ كومبوننت، مجرد كتبت كود HTML هنا لأسرع في هذا الدرس. ننفذ وهذه الصفحة عند الضغط على هذا الزر نتحصل على البوب اب او المودال، وبداخله صورة التي تستطيع ان تكون عبارة عن يعني كومبوننتات بليزر او رادزن، فورميلار رادزن. الدرس القادم ان شاء الله سنتكلم على التكس بوكس والتشيك بوكس وكل الاشياء التي نعمل بها فورمز في رادزن. اوكي، اذا كما قلت اما ان تكتب كود HTML هنا مباشرة، او تكتب مكون كومبوننت اسم المكون وتضعه هنا كمكون، وشرحنا ذلك في عدة مرات. هذه الطريقة الأولى. نتكلم الآن عن الطريقة الثانية التي بنفس الكيفية الثانية عندما قلت كومبوننت، لكن هنا ليس كومبوننت بل طريقة يعني يعتمد هو بها، يعتمد مباشرة عليها، وهو أننا نحذف كل شيء هنا. كما تلاحظ عملت يوزينج للبوب اب، انشات مجلد اسمه بوب اب وضعت فيه صفحه. اوكي، مثل ما قلت عندما قلت هنا نضع مكون منذ قليل، اكيد ستحتاج الى وضع المكون فتضعه في مجلد مثلا بوب اب. بنفس الطريقه هنا سنعمل طريقه اخرى مغيره اللي هي موجوده في رادزن. اوكي، بعد ذلك ماذا سيقول؟ سنفتح الزر ونكتب كود. الزر هو شو ديالوج، سيقوم بتنفيذ ميثود اسمها شو ديالوج. وشو ديالوج ماذا؟ لاحظ سيقوم ب open a sync ل component، وأعطيت له التايتل لهذا البوب اب. مباشرة قلت له open a sync للكلاس أو للكومبوننت رازور، يعني كما قلت منذ قليل أننا نستطيع يعني إضافة ننشئ كومبوننت بليزر نضعه في مجلد اسمه بوب اب، ونكتب عوض ان نكتب الاتش تي ام ال منذ قليل نكتب اسم الكومبوننت وتشتغل. الان طريقه اخرى، هو عوض ان تكتب بهذه الطريقه ستكتب طريقه اخرى وهي عفوا اوبن وتكتب اسم الكومبوننت، وهنا في الكومبوننت تضع فيه الكود الذي عملناه لكن بالسنتاكس التالي. اذا نحتاج الى ديالوج سيرفيس لعمل كلوز، يعني نحتاج الكلوز، زر الكلوز يعني نضغط هذا زر فنحتاج الى ديالوج سيرفيس. وبعد ذلك وضعت صورة هنا مثل الدرس السابق، وهذا كل شيء، يعني وضعت بانل في الفوق وبانل في الاسفل او ديف، وبينهما هنا زر يسمح بعمل كلوز. اذا ديالوج سيرفيس هذا الذي عملنا له انجكشن، اوكي كلوز، ومباشرة يعرف انه بوب اب فيعمل له كلوز. اوكي عفوا نرجع للهوم، لم ننسى ولا شيء.
وكما تلاحظون هذه هي الزر الكلوز، عند الضغط عليه سيغلق، وهذا الصورة التي قد تكون مكونات كما قلت forms ردا، يعني نكتب أي شيء هنا في هذا المكون من forms وغيره من المكونات. ولو رجعنا للكتابة السابقة فنستطيع تغيير الكود الـ HTML مباشرة باسم المكون مثل هذا المكون، فعوض أن نكتب منذ قليل كيف سننسخ الكود. إذا عندي الطريقة الأولى أن أطلب المكون بهذه الطريقة. الطريقة الثانية قلنا أن نكتب مباشرة الكود كود الـ HTML هنا، ونفس الشيء أيضا عندما نغير هذا الكود HTML بمكون، فنغيره هنا بمكون، وأيضا هي ستشتغل وننفذ الكود. أنا حقيقة أستعمل البوب أب كثيرا كثيرا في يعني عندما تكون مناطق الحيازة بسيط، يعني عندما يكون عندي عدد قليل مثل هذا البوب أب، عندما يكون عندي هذه العدد أو أكثر بقليل من هذا، فيكون أفضل أن يكون عندك بوب أب يعني فتؤكد الحفظ، هنا عندك حفظ أو كانسل فتعمل له سيف أو انجستري انيلي، وهكذا يعمل يعني يتغير الجريد مباشرة بعد الإضافة السجل، يعني كل سجل نضيفه. أنا يعني أستعمل كثيرا كثيرا هذه التقنية، يعني أعرض الجريد فيو في الصفحة الرئيسية، عندما يعمل إيديت أعرض بوب أب للتغيير، وعندما يضيف نيو أو آد أعرض بوب أب فارغ للإضافة. إذا لا أحب الإضافة مباشرة على الجريد، ولا أحب ريديركشن عندما تكون مجرد يعني مناطق الحيازة قليل جدا، يعني فتفتح صفحة كاملة فقط لأنك تريد عملية إدخال الاسم واللقب والعنوان وإلى آخره. إذا هذا كل شيء في درس هذا اليوم، نتمنى أن يكون موفق. إلى دروس قادمة إن شاء الله، سنبدأ مع الفورمز، وأكيد سنستعمل ما ذكرته منذ قليل أن يعني عملية الإضافة والتغيير والحفظ والفاليديشن للفورمز، وكل شيء يمنحني إياه الفورمز الخاص بردزن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.